بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد، اخباركم ايه؟ اتمنى دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة هناخد درس من دروس التربية الاسلامية الدينية بعنوان الزكاة. يبقى درسنا النهاردة بعنوان الزكاة. طب ايه هي الزكاة؟ تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه هي الزكاة. الزكاة دي يا ولاد الركن الثالث من اركان الاسلام. طب ايه هي اصلا اركان الاسلام؟ هما اركان الاسلام كام ركن؟ ايوه برافو عليكم، هما 5 اركان. يبقى الاسلام عنده 5 اركان. ايه هو اول ركن؟ الشهادتان، اللي هما الشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طب ايه الركن الثاني؟ ايوه الصلاة. وايه الركن الثالث؟ اللي هو الزكاة، اللي هو درسنا النهاردة. يبقى الزكاة دي هي الركن الثالث من اركان الاسلام. دي عبادة من عباداته، يعني دي عبادة من عبادات الله عز وجل بنعملها عشان نتقرب لله عز وجل. طيب حكم الزكاة يا ولاد، فرض ولا سنة؟ عارفين يعني ايه فرض؟ فرض يعني ربنا فرضها علينا لازم نعملها، لو ما عملناهاش بناخد سيئات عليها. سنة يعني احنا بنقلد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لو قلنا ما هي حكم الزكاة هقول فرض. يبقى حكم الزكاة ايه؟ فرض. فرضها الله على مين؟ مين المفروض عليه ان هو يؤدي الزكاة؟ على القادرين من المسلمين. الانسان اللي هو القادر اللي معاه اموال، ده من حق المحتاجين والمحرومين والسائلين عليه ان هو يعطيهم من ماله. يبقى حكم الزكاة ايه؟ فرض. وهي الركن رقم كام؟ الركن الثالث. يبقى الزكاة هي الركن الثالث وحكمها فرض، فرضها الله عز وجل على القادرين من المسلمين، بنديها لمين؟ للمحتاجين والمحرومين والسائلين. فيقول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يبقى الآية دي يا أولاد من الآيات اللي بتحثنا على إيتاء الزكاة، اللي احنا نأدي الزكاة اللي ربنا عز وجل فرضها على كل مسلم قادر ان هو يؤديها لمين؟ قلنا للفقراء والمحتاجين السائلين. وزي ما اتفقنا ان الزكاة دي الركن رقم كام؟ الركن الثالث من اركان الاسلام. طب تعالى نكمل مع بعض الدرس. طب ايه هي حكم مشروعية الزكاة؟ هي الزكاة ولا حكمها ايه كمشروعية؟ يعني فايدة الزكاة ايه لينا؟ ممكن تعمل ايه؟ الزكاة ليها فوائد كتير لينا. اول فايدة ليها ان هي ممكن تطهر المال مما قد يشوبه من شبهة، يعني الزكاة دي بتطهر اموالنا. نشر الحب والألفة بين المسلمين بطبقاتهم المختلفة، انها بتنشر الحب بين المسلمين، اللي الطبقة الغنية لما بتساعد الطبقة الفقيرة. اطمئنان الفقراء بالحصول على حقهم فلا يطمعون في الاستيلاء على أموال الأغنياء بطرق غير مشروعة. يعني الفقراء بيبدأ يكون عندهم اطمئنان إن الأغنياء مش هينسوهم وهيبدأوا يساعدوهم على حياتهم. 4 امتحان أصحاب الأموال للتفريق بين المطيع وبين العاصي. ربنا عز وجل عمل الزكاة ان هي كامتحان لينا، هنشوف ان احنا هنطيع ربنا عز وجل وهنبدأ نطلع اللي هو الزكاة اللي هو حق الفقراء في اموالنا، ولا هنبدأ نبخل وهنمنع حق الفقراء في الاموال دي فهنبدأ نعصي ربنا. 5 تطهير النفس الانسانية من البخل وشكر الله على نعمه. يعني انا ابدأ اشكر ربنا على النعمة اللي هو عطاهاني ان انا بقيت غني ومعايا فلوس كتيرة، فهبدأ اشكر ربنا ان انا اساعد الفقراء والمساكين واديهم وما اكونش بخيل، لان البخل ده صفة مذمومة في الاسلام، يعني صفة مكروهة. فهبدأ ان انا اكون من الناس اللي بتساعد الفقراء، ولا هبدأ ابخل بالاموال اللي ربنا عز وجل عطاها لي دي؟ فيبقى حكم مشروعية الزكاة او ايه هي
أهمية الذكاء أو فايدة الذكاء لينا، هنقول اللي هما الخمس نقاط دول. طيب على من تجب الذكاء؟ هي الذكاء مين المفروض يؤديها؟ الذكاء دي فرض زي ما اتفقنا، فرض مش سنة، يعني هي فرض يعني واجب على كل مسلم ومسلمة، سواء مسلم رجل أو مسلمة امرأة توفرت لديها الملكية والنصاب. ايه معنى الكلام ده؟ توفرت لديها الملكية يعني بيملك مقدار معين من المال حال عليه النصاب، يعني النصاب ده مقدار معين لما المال بيوصل له يبقى كده وجبت عليا الزكاة. هنعرف النصاب ده قد ايه في انواع الزكاة، بس احنا اللي عايزين نتفق مع بعض دلوقتي على من تجب الزكاة، هقول على كل مسلم ومسلمة توفرت لديه الملكية، يعني بيملك اشياء سواء مال او ذهب او فضة او ارض او بيملك تجارة ووصلت للنصاب. النصاب ده ايه؟ وده مقدار قلنا معين من المال، هنعرف مقدار كل حاجة من اللي هي انواع الزكاة مقدارها قد ايه في الزكاة. بتختلف طبعا الزكاة باختلاف ويختلف باختلاف انواع الزكاة، طبعا الزكاة بتختلف باختلاف انواعها، وهنعرف الوقت ايه هي انواع الزكاة. فانا عندي ايه هي انواع الزكاة؟ انواع الزكاة ممكن تكون زكاة نقدية اللي هي في الذهب والفضة او النقود، في عندي زكاة الزروع والثمار، لو عندي ارض وبزرعها وطلعت ثمار فانا هطلع الزكاة بتاعتها ازاي؟ تجارة، لو عندي التجارة بتاعتي هطلع الزكاة بتاعتها ازاي؟ لو عندي غنم وماعز وبقر اللي هي الماشية دي هطلع الزكاة بتاعتها ازاي؟ تعالوا نشوف بقى مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي انواع الزكاة، تعالوا نشوف كل نوع من دول هطلع عليه الزكاة ازاي. اول حاجة زكاة المال. زكاة المال سواء كانت ذهب او فضة، تعالوا نشوف مع بعض ازاي بطلع الزكاة بتاعتها. الذهب، الذهب لازم يكون وصل النصاب بتاعه 85 جرام، يبقى انا لو الذهب اللي معايا وصل 85 جرام او اكثر بيبدأ ان هو يخرج عليه زكاة. طب لو كان اقل من 85 جرام، لا انا كده مش بطلع عليه زكاة، يبقى لازم الذهب يكون 85 جرام فببدأ اطلع عليه الزكاة. طب لو الفضة، لازم الفضة يكون عندي 200 درهم او ما يساوي 624 جرام، يبقى انا لو عندي الفضة عندي 624 جرام او اكتر فانا كده هطلع عليهم الزكاة. طب ايه الزكاة مقدارها قد ايه؟ 2.5% من قيمة ما املك سواء من الذهب او الفضة. يبقى كده عرفنا ازاي بنطلع الزكاة بتاع الذهب او الفضة. قلنا الذهب لازم يكون وصل النصاب بتاعي اللي هو 85 جرام او اكثر. طب الفضة لازم يكون 200 درهم او ما يساوي 624 جرام. ده بالنسبة لزكاة الذهب أو الفضة. طيب بالنسبة لزكاة النقود، لو أنا بقى معايا فلوس نقدية، الفلوس النقدية دي هشوف قيمتها لو بيساوي 85 جرام من الذهب أو أكثر أبدأ برضو أطلع عليها الزكاة. طب زكاتها إيه؟ برضو 2.5%. يبقى إحنا عرفنا إن زكاة الذهب أو زكاة الفضة أو زكاة النقود اللي هي الأموال اللي معايا نسبة الزكاة بتاعتها بطلعها قد إيه؟ 2.5%. ده الكلام ده لو هي وصلت ل 85 جرام من الذهب او اكثر، انما لو اقل من كده لا ما بيكونش عليها زكاة. طب زكاة الزروع، انا ازاي يا اولاد بقدر اللي هي زكاة الزروع؟ لو عندي قطعة ارض وانبتت وطلعت المحصول بتاعها، ازاي اطلع زكاة على المحصول ده؟ إيه سواء يا ولاد المحصول ده كان حبوب زي القمح والذرة، أو سواء كان قطن أو كتان، سواء كان فاكهة زي الكمثرى والمشمش والتفاح، سواء كان خضروات بجميع أنواع الخضروات، إزاي أطلع الزكاة بتاعتها؟ بالكيل المصري. يعني إيه؟ يعني لو كانت حاجة زي الحبوب زي القمح والذرة بنقدر نكيلها، لو وصلت ل 50 كيلة، لو وصلت ل 50 كيلة أو أكثر ببدأ أطلع عليها زكاة. طب لو كانت حاجات ما ينفعش اكلها زي القطن زي الكتان زي بعض انواع الخضروات ما بقدرش اكلها، طب هعمل ايه؟ بنحسبها بما يعادل 50 كيلة، يعني نجيب ثمنها مقدار الثمن بتاعها وما يوافقه من 50 كيلة. طيب مقدار الزكاة، هطلع الزكاة 2.5% زي الفضة والذهب والاموال؟ لا، هنا بقى الزكاة مختلفة، بطلع هنا عشر المحصول لو كان انها سقيت بماء المطر. يبقى لو كانت الارض ديت الزرع اللي فيها طلع بماء المطر بس بدون مجهود او مشقة او عناء مني بطلع عشر المحصول. طب لو انا بقى اللي تعبت عشان اروي الزرع ده وتعبت كتير عمنا بدأ الزرع ده يكبر وكده، لا ببدأ اطلع نصف العشر.
يبقى لو كان المحصول تم اللي هو اتروى بماء المطر هطلع عشر المحصول. طب لو انا سقيته انا بالآلات بتاعتي وتعبت لما انا بدأت ان انا انمي المحصول بان انا اللي وفرت الآلات وبدأت اروي الزرع، لا هنا هيكون نصف العشر. طيب افرض يا اولاد ان انا تكرر عندي الزرع، يعني انا زرعت الارض دي مرتين او 3 مرات في السنة الواحدة، في كل مرة بطلع الزرع بطلع عليه الزكاة. يبقى حتى لو انا زرعته اكتر من مرة في السنة، ايوة حتى لو زرعته اكتر من مرة في السنة في كل مرة بطلع الزكاة بتاعته. وقلنا بنحسبها ازاي؟ بنحسبها بالكيل المصري اللي هم 50 كيلة. يبقى بحسبها ازاي؟ بمقدار 50 كيلة. طيب زكاة التجارة، لو انا عندي تجارة بقى وبدأت التجارة دي تربح وكده، هطلع الزكاة بتاعتها ازاي؟ بنطلع الزكاة يا ولاد في نهاية العام. في نهاية العام بيبدأ التاجر ده بيحسب مقدار الربح اللي وصل له قد ايه، ولو كان مقدار الربح اللي وصل له وصل لنصاب الذهب، قلنا نصاب الذهب اللي هو بمقدار قد ايه؟ ايوه برافو، اللي هو 85 جرام من الذهب، بيبدأ ان هو يطلع الزكاة على الربح ده اللي هو بمقدار 2.5%. يبقى انا بطلع الزكاة على ايه؟ بطلع الزكاة على مقدار ما حققته من ربح، مش من اصل الاموال، لا بطلعه على مقدار الربح اللي انا حققته. طيب الزكاة يا ولاد بتصرف لمين؟ انا اي حد كده بديله فلوس الزكاة بتاعتي ولا ناس معينة؟ ايوه القرآن حدد لي ناس معينة هم دول اللي بياخدوا الزكاة. فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى ربنا عز وجل هنا أولاد حدد لي مصروفات الزكاة، الزكاة هنصرفها لمين؟ أول فئة يتصرف لها الزكاة اللي هم الفقراء. من الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا يكفي قوت يومه وليلته، يعني انسان فقير مش قادر يدوبك اللي معاه اللي هو ياكله النهارده بس، مش مدخر اي حاجه، يبقى هو فقير لا يملك شيئا يكفيه. والمساكين، يبقى رقم 2 اللي هم المساكين. مين المساكين؟ اللي هم لا يملكون ما يكفي حاجتهم ولا حاجه اولادهم، مش معاه اللي هو يكفيه او يكفي اولاده. العامل عليها، مين العاملين عليها دولت؟ العاملين عليها هم من يقومون على جمع اموال الزكاه، هم اللي بيعملوا في الزكاه ويجمعوا الاموال بتاعه الزكاه. المؤلفه قلوبهم، مين المؤلفه قلوبهم؟ هم الذين اسلموا حديثا حتى يستقر الاسلام في قلوبهم. يبقى دول الناس اللي اسلمت حديثا فحتى يستقر الاسلام في قلوبهم بندي لهم من اموال الزكاه. وفي الرقاب، مين الرقاب؟ احنا عارفين طبعا ان قبل الاسلام وفي بدايات الاسلام كان في عبيد وفي اسرى للحرب، فاللي هم الرقاب هم دول العبيد والاسرى، فممكن ندفع فلوس الزكاة عشان نحرر رقابهم من الاسر او العبودية. اللي عندي كمان الغارم، مين الغارم؟ هو المدين اللي عليه ديون ومش قادر ان هو يسدد الديون دي، فانا ممكن اطلع الزكاة بتاعتي ان انا ادفع له ديونه. في سبيل الله، في سبيل الله يعني ممكن اعمل اطلع فلوس الزكاة للجمعيات الخيرية او للجمعيات اللي بتعمل لمصلحة المسلمين او المستشفيات او غيرها، يبقى في سبيل الله ان انا اطلعها لاي جمعية خيرية او مستشفى. وابن السبيل، ابن السبيل ده الغريب عن بلده، الغريب عن بلده ده بديله مقدار من الزكاة. طب بياخد مقدار قد ايه؟ اللي هو بيكفيه اللي هو الوصول لبلده. يبقى لو انا في ابن سبيل حتى لو غني يا ولاد بياخد من اموال الزكاة، ايوه حتى لو هو غني وغريب عن بلده وما معهوش اللي هو الفلوس اللي توصله لبلده، فببدأ اديله من اموال الزكاة ما يكفيه للوصول الى بلده عشان يقدر ان هو يرجع بلده. طيب جزاء من لا يؤدي الزكاة، احنا زي ما اتفقنا في بداية الدرس الزكاة دي فرض ولا سنة؟ فرض، فرض يعني لازم اعملها. طب افرض انا بقى ما عملتهاش، لا انا لو ما عملتهاش يبقى انا كده هحاسب حساب شديد لحرمان المستحقين لها، وفي يوم القيامة يوقد على هذه الاموال في نار جهنم ثم تحرق بتلك الاموال جباه اصحابها وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيتحاسب حساب شديد عشان هو حرم الفقراء والمساكين من الاموال دي، وعشان كده ربنا بيعذبه حق ان هو ما اداش الفرض اللي كان عليه اللي هو فرض الزكاة. تمام؟
وبكده نكون انتهينا من الدرس. عرفنا في درسنا النهارده معنى الذكاء ايه. طب حكم الذكاء ايه؟ قلنا ان هي فرض، قلنا احنا مين اللي فرض عليه الذكاء دي، وعرفنا على من يؤديها، هو بيؤدي الذكاء دي لمين، وجزاؤه ايه لو ما اداش الذكاء. طب تعالوا نشوف، نحاول كده نجاوب مع بعض التدريبات اللي عندنا. اول سؤال، ما حكم الذكاء؟ انا كنت قايله هي حكم الذكاء فرض ولا سنه؟ ايوه فرض، يبقى حكم الذكاء ايه؟ فرض. طب على من فرضت؟ هو الذكاء مين المفروض يعملها؟ قلنا كل مسلم ومسلمه ملك النصاب وحال عليه الحول. يعني ايه ملك النصاب؟ يعني ايه معاه اللي هو النصاب، زي ما قلنا النصاب بتاع الذهب والفضه، وعرفنا اللي هي مقدار الذكاء في انواع الذكاء. يبقى هقول تاني حكم الذكاء ايه؟ هقول فرض. على من فرضت؟ هقول على كل مسلم ومسلمه ملكه النصاب. من اي شيء يخرج المسلم الزكاه؟ هو المسلم بيخرج الزكاه من ايه؟ بيخرج من افضل ما يملك، ومما اخرجه الله لهم من الارض. يعني افضل حاجه انا بملكها اطلع منها الزكاه، مش ان انا مثلا ادور ان انا زرعت ارض فاطلع اوحش الثمار اطلع منها للزكاه اقول عشان مش هتتباع وابدا ابيع الثمار التانيه. لا ما ينفعش طبعا، الزكاه دي بتعطى للفقراء والمساكين ابتغاء لوجه الله، ان انا عايزه اجر من ربنا، يبقى لازم اطلعها من افضل ما املك، احسن حاجه تكون عندي. استعن بالانترنت واكتب بحثا عن الحكمه من مشروعيه الزكاه في الاسلام. احنا طبعا اخذنا هنا في الدرس وقلنا بعض الحكم من مشروعيه الزكاه، ان هي بتؤلف قلوب المسلمين فيما بينهم، قلنا انها بتطهر الاموال وغيرها. ممكن نبحث بقى في الانترنت ان احنا نجيب معلومات اكتر عن اللي هي مشروعيه الزكاه في الاسلام، ايه هي الحكمه منها. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. معنى تيمموا، كلمة تيمموا دي أولاد معناها إيه؟ تيمموا يعني اقصدوا، ولا تقصدوا الخبيثة، يبقى ولا تيمموا معناها اقصدوا. تمام. متى يكون المزكي صادق النفس عند إخراج الزكاة؟ امتى يكون يا اولاد المزكي صادق النفس عند اخراج الزكاه؟ لما هو يا اولاد بينفق من جيد ما يملك، وان هو يبتعد عن الرديء منها، وان هو برضو يؤديها في موعدها. يبقى صادق النفس عند اخراج الزكاه ان لازم انا اديها من افضل شيء انا املكه واطلعها في موعدها. طب ده علامه صح امام العباره الصحيحه، وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه. نصاب الذهب 85 جرام، ده عبارة صح ولا خطأ؟ أيوة برافو، عبارة صحيحة، لأن نصاب الذهب كام؟ 85 جرام. طب نصاب الفضة 300 درهم، صح ولا خطأ؟ أيوة برافو، دي خطأ، لأن احنا كنا قلنا 200 درهم. مقدار زكاة الزرع الذي يسقى بالمطر نصف العشر، صح ولا خطأ؟ لا خطأ، احنا قلنا اللي بيسقى بالآلات والمعدات ده هو اللي بيبقى نصف العشر. أمال اللي بيسقى بالمطر قلنا بالزكاة بتاعته قد إيه مقدارها؟ العشر. مقدار زكاة 4000 جنيه تساوي 150 جنيه، صح ولا خطأ؟ لا هي هتبقى خطأ. هنحسبها ازاي؟ هنقول ان هو مقدار زكاة الأموال بتبقى 2.5%، يعني هعمل 4000 في 2.5 على 100، هنطلعها تطلع حوالي 1000، فدي إجابة خطأ. يملك رجل 400 جرام من الذهب وسعر الجرام 270 جنيه، فكم جنيها يخرجها زكاة على هذا الذهب؟ طب دي بنحسبها ازاي يا ولاد؟ احنا قلنا النصاب بيبدأ من 85 جرام، صح؟ ايوه. طب هو الراجل هنا معاه 400 جرام، يبقى كده وصل للنصاب. طب نحسب ازاي الزكاة بتاع ماله دي؟ هنقوم قايلين 400 في ثمن الذهب اللي هو 270، هنضرب 400 في 270، الرقم اللي هيطلع لي هضربه في 2.5 على 100، هيطلع لي الزكاة، هتطلع برضو حوالي 2700. تمام. يبقى احنا عرفنا ازاي بنحسب زكاة هنا الذهب، وقلنا هنضرب اللي هما الجرامات اللي معاه هنضربها في سعر الذهب اليوم، والسعر اللي هيطلع لي هضربه في 2.5 اللي هو مقدار الزكاة على 100. تناقش مع معلمك وزملائك في كيفية إخراج التاجر زكاة تجارته. اتفقنا لما بيبقى إنسان اللي هو تاجر معاه تجارة، إزاي يخرج الزكاة بتاعت التجارة دي؟ قلنا بعد مرور سنة على التجارة بتاعته يبدأ يحسب بمقدار المكسب والخسارة، ويشوف الأرباح بتاعته اللي هو حققها قد إيه، مقدار الربح ده لو
وصل ل 85 جرام من الذهب، اللي هو ما يعادل قيمة يعني 85 جرام من الذهب، بيبدأ بقى يضرب الربح ده في 2.5 على 100، هيطلع كده مقدار الزكاة اللي هو المفروض يخرجها. طيب عابر سبيل غني، يعني إنسان ترك وطنه وغني ولسه ما قدرش ان هو يرجع وطنه، متى يحق له اخذ الزكاة؟ هيحق له اخذ الزكاة ايه؟ اذا انقطع به الطريق للعودة الى وطنه، ما هوش قادر ان هو يوصل لوطنه. طب كم يعطى منها؟ نديله قد ايه من الزكاة؟ مقدار ايه؟ مقدار ما يكفيه للعودة لوطنه، ياخد الفلوس اللي هتكفيه ان هو يقدر يرجع تاني لوطنه. إيه، وبكده هنكون انتهينا من درس الزكاة. يا رب تكونوا استفدتم، إيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.